تشاهدون في الحلقة القادمة من برنامج فقه العصر يوم الجمعة 2 ظهراً وعلى الهواء مباشرة. التيارات الفكرية السعودية ورهانات المستقبل مع الدكتور عوض القرني، يحاوره الإعلامي أنور العسيري. مثل غيث هاما وهدي الحبيب النبي الأمين، لأحيا على نهجه مكرما، لأحيا على نهجه مكرما، على كل درب لنا كل حين وفي كل عصر شموخ.